طالب عبد الرحمن كيميائي الثورة التحريرية من مواليد مارس 1930، انزاد وكبر في حي سسطار الشعبي بالعاصمة. وليد القصبة كان شاطر في قرايته، تعلم اللغة العربية والفرنسوية وحتى اللغة الألمانية. بصح عشقه الحقيقي كان الكيمياء اللي بها راح يكتب اسمه في تاريخ كواحد من الشجعان اللي سخروا العلم لخدمة القضية الجزائرية. بفضل ذكائه وشطارته تحصل على منحة باش يقرأ في فرنسا. بصح طالب عبد الرحمن اللي كبره هو يعاني من حقرة المستعمر ما قبلش هذه الفرصة، وقرر يبقى في الجزائر يعاون خوت المجاهدين باش تستقل البلاد. عام 1955 انضم للأفلان، كان ينشط في أزفون الولاية العسكرية الثالثة، وين يخدم القنابل بإمكانيات بسيطة لفدائي جبهة التحرير الوطني. الجبهة وثقت فيه، هو والشهيد رشيد كواش داروا مخبر في الأبيار يصنعوا فيه البومبات، وفي هذا المخبر تخدمت كامل البومبات اللي استعملوها المجاهدين في لاباتاي دالجي، المعركة اللي خلطت حسابات فرنسا وفهمتها بلي الثورة تاعنا ماشي غير في الجشور لكن حتى في المدن والتجمعات الكبيرة. طالب عبد الرحمن دار الشهادة كامل هو مازال يقرأ في الجامعة، حتى الإضراب الطلبة في 19 ماي 1957 يقرر يخلي قرايته ويرفد السلاح باش يحرر الوطن ديالو. بدا نضالو العسكري من جبل الشريعة، وكان معروف بذكائه وبشجاعته رغم صغر السن ديالو. فرنسا اللي كانت حيرة منين جابوا الفلاقة البومبات، فقتلو بلي هو العقل اللي صنع المتفجرات، ونصبت له فخ، ومن تم إلقاء القبض عليه في ضواحي البليدة، وتلقى كافة أنواع التعذيب باش يمد لهم أسرار الدورة اللي كان يعرف عليها بزاف. لكنه ما حبش يبيع أصحابه وتحمل مسؤولية كل العمليات وحده، حتى بعد حكم الإعدام اللي صدر في حقه. شخصيات كبيرة كما الفيلسوف جون بول سارتر والكاتب فرانسوا مورياك رسلوا رئيس الجمهورية الفرنسية هذاك الوقت غوني كوتي يترجاوه باش يلغي حكم الإعدام في حق هذه الشخصية القارية والمثقفة. مي بالصح للأسف تنفذ حكم الإعدام بحقه في فجر يوم 24 أبريل 1958 بالمقصلة في سجن سركاجي. طالب عبد الرحمن رجع رمز للطلبة الجزائريين في حراك فبراير 2019، وين رفضوا لافتات عليها تصوروا باش يفكرونا بلي الطلبة الجزائريين ديما قلبهم على البلاد. ومن حكي على الزمان الله يرحم الشهداء اللي ضحوا على جهنا، ويعطيكم الخير والهنا.